مساء الورد، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة، مساء العزيمة والإرادة، مساء تحقيق الأحلام وتحقيق الأهداف. النهاردة إن شاء الله تكون حلقة مختلفة جدا زي العادة وزي ما أنا بحاول إن أنا أعمل. النهاردة هنتكلم في الأول كده سريعا عن موضوع مهم جدا بيحصل في مصر، وهو انتخابات نقابة الأطباء. ودي تعتبر من تقريبا أول مرة تحصل وعاملة بلبلة جامدة جدا، لأن طبعا زي كل مجال بيبقى محتاجين متطلبات ومحتاجين حاجات. بس احنا دلوقتي معانا دكتور جمال شعبان، مرشح لنقابة الأطباء. أهلا بيك يا دكتور. ألو، أيوه، إزيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، منورنا طبعا في فيونكا بوبيون. ربنا يسعدك يا ست. طبعا دكتور جمال معانا ومنورنا النهارده، وحضرتك غني عن التعريف. عايزك بس تقول لي ايه الاجواء والاهداف اللي بتحصل للنقابه؟ ترشحت للنقابه لان انا كنت شايف ان هي تم تاسيسها لمده طويله. عايز اعود بالنقابه للاطباء، اعود بنقابه الاطباء لحضن الوطن، بحيث تبقى فعلا نقابه مهنيه تخدم المهنيين اللي هم الاطباء واتحاد المهن الطبيه دون الاخلال بمصالح الوطن العليا. يعني نعزف على نفس الوتر، نغرد في نفس السرب، فكلنا في قارب واحد هو مصر. ان شاء الله. الدكاتره عندهم مشاكل كتير، عندهم مشكله في الاعتداءات المتكرره، فعايز امن لهم اماكن عملهم. عندهم مشكله في تدني الدخل، عايز اساعد طبعا في تدني الدخل بتاعهم وصرف البدلات اللي هم يستحقوها. عندهم مشاكل في الدراسات العليا والشهادات غير الميسره والتسجيل للماجستير والدكتوراه والزماله للاسف. وتعدد الشهادات، عايز اعملها شهاده مهنيه موحده جميل. يكون معترف بها دوليا، تبقى مشرفه اقليميا ودوليا، ويسافر يشتغل بها في اي مكان. عايز اعود بمهنه الطب لنبلها وانسانيتها وقداستها، وامحو بعض الشوائب اللي هي علقت بيها نتيجه مثلا سلوكيات بعض الافراد، ودي بتحصل في اي مجتمع او اي فئه مهنيه. عايز اعمل ميثاق شرف مع الاعلام بحيث ان هو ما يركزش بس على السلبيات والاخطاء ويخليها خطايا، لكن برضه يا ريت طبعا يبرز الصور الايجابيه الجميله والانسانيه في الطب وملائكه الرحمه. اكيد طبعا. عايز اعمل برضه يعني قنوات اتصال مع الاعلام بحيث ننقي الاعلام الطبي او الصحي من المشعوذين والدجالين. يا ريت يا دكتور، يا ريت. والادويه غير المرخصه والادوات والاليات دي كلها. عايز ارجع بدار الحكمه، دارا للحكمه هما لازم للحكماء، وتصبح فعلا الحكمه هي سمه الدكاتره، ويبقى الدكتور فعلا هو الحكيم، ويصبح فخرا لاسرته ومجتمعه وبلده، وما يبقاش حاسس ان هو محبط والمستقبل محدود والفرص محدوده. بالظبط. عايز يعني اشارك الاطباء في افراحهم، ربنا يكثر منها، اللهم والملمات ان شاء الله ربنا يحفظهم منها. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نقدر نحدد ونحقق كل اهدافنا. يعني نقدر نقول ان احنا المستشفيات بتاعتنا هتبقى زي معهد القلب كده تقريبا. ان شاء الله تبقى احسن يا رب. وعايز احنا في النهايه كلنا خدام لهذا الشعب، لما بنرتقي بالمستوى بتاع الطبيب وهو يعتبر على راس المنظومه الصحيه، هنضمن ان هو يدي ويعطي بمزيد من الاريحيه، فهينعكس ايجابا على صحه المواطن المصري، اللي هي الامل المشهود بتاعنا والهدف اللي كلنا بنجتمع عليه، ان احنا نساعد الاخرين. انا اؤمن دائما ان هناك فرق بين اللذه والسعاده. السعاده ان تساعد الاخرين. ما قيمه الانسان اذا كان غنيا او سعيدا ويعيش في مجتمع تعيس؟ لن تحس بالسعاده الا لما يكون اللي حواليك مبسوطين، فاحنا لازم ننشر السعاده، والصحه هي مفتاح السعاده. يا رب ان شاء الله. طيب حضرتك كنت في لقاء معايا وعدتنا بحاجه حلوه كده لمبادره ابني اقوى، يعني عايزه بس يعني تطمنا للاطفال اللي عندهم حساسيه الطعام والتمثيل الغذائي، هنقدر تدعمنا في المستشفيات وفي الطوارئ وفي تخصص الدكاتره؟ تحت امركم في اي حاجه تعود ربنا يخليك بالخير على اطفال مصر. وانا احيي كل هذه المبادرات الانسانيه النبيله التي لا تصدر الا من قلوب يعني رقيقه ونفوس ذات سمو وصفاء، بحيث ان هي تحس بالام الاخرين، وخاصه الاطفال اللي بتبقى المشكله فيهم مشكله مؤلمه جدا، لان هو احيانا بيكون التعبير عن مرضه
مش واضح، وبيبقى بيشتكي دون ان يتكلم، ويئن دون بالظبط ان يشعر به الاخرون. فكون حضرتك تشترك في مبادره تساعد في استعاده الصحه لطفل، او رسم بسمه على طفل مريض او محتاج او متالم، فدي حاجه يعني تعيد لي احساسي بالانسانيه، واتشرف ان انا بكون عضو فيها. ربنا يخليك حضرتك، طبعا فوق دماغنا وعلى راسنا، وان شاء الله يكون بينا مكالمه ومداخله تانية نبارك لك فيها على نقابه الاطباء، لان هي اكيد هتكون بين ايديك في امان، وان شاء الله نقدر نحقق كل اللي احنا بنحلم بيه مع حضرتك. شكرا ليك. هرجع واقول برضو ابني اقوى، هرجع واقول هنقدر، هقدر، هرجع واقول ابني امانه في ايدينا. هرجع واتكلم تاني في كل مرة وفي كل مكان وفي كل وقت يسمح لي ان انا اتكلم عن مبادرة ابني اقوى والاطفال اللي عندهم حساسية الطعام والتمثيل الغذائي. بشكر كل فرد، كل ام، كل اب، كل ام اتفرجت عليا زي امي واختي وصاحبتي وكل الناس اللي اتفرجوا وباركولنا على المبادرة وعلى نجاح المبادرة وعلى الخطوط العريضة اللي بدأت تترسم للمبادرة. بشكركم كلكم وبقول لكم بجد مبسوطة منكم جدا، مبسوطة جدا من الدعم اللي انتوا دخلتوا عملتوه على الجروب بتاع مبادرة ابني اقوى. بس بدأت يعني في سلبية واحدة بدأت اشوفها، ودي يعني مش انا بس اللي لاحظتها، لا في اكتر من عدد من الامهات بدأوا ياخدوا بالهم منها. الأطفال أو الأمهات والأبهات اللي ولادهم الحمد لله والشكر لله ما عندهمش أي نوع من أنواع الأمراض، الحمد لله ربنا يعافي كل الأطفال، بس ده مش معناه إن احنا ما ناخدش بالنا أو على الأقل ما نكونش على دراية بالمرض نفسه. يعني ما ينفعش تبقي معاكي زميلة ابنها تعبان وتقولي لا أنا مش عايزة أعرف حاجة عن الموضوع، أنا ابني كويس. يا ربي يعني يصح كل الأطفال، بس لازم على الأقل نعرف نواسيهم، نقول لهم كلمة حلوة، نحاول نطلع لهم أي حلول. دي كانت حاجة بسيطة جدا من السلبيات اللي احنا أخدنا بالنا منها الفترة اللي فاتت، فحبيت النهاردة إن أنا أكلمكم فيها. طبعا بشرة حلوة جدا إن نقابة الأطباء دي بإذن الله بإذن الله هتكون معانا، ودكتور جمال شعبان موعدنا من أول المبادرة إن هو إيده في إيدينا وإن شاء الله هيقدر يساعدنا. طبعا هو غني عن التعريف وعمل حاجات كتير جدا في معهد القلب، قدر يوصل بيها لرقم كبير جدا من نسبة الخطة اللي هو كان عاملها لنجاح المركز وتقديم الخدمات الهائلة ليه لمعهد القلب. فيا رب يقدر يفيدنا ويقدر يقدم كل اللي احنا بنحلم بيه في المبادرة. نقدر دلوقتي نطلع فاصل وهرجع لكم تاني، ومعانا فقرات حلوة جدا لفيونكا وبيبيون، استنوني بعد الفاصل وما تقوموش.